السلام عليكم جميعا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفكره جهنميه بالنسبه للبطبوط. اختي بلا ما تضربي تماره غادي تعجني البطبوط على حسب الطحين اللي عندك. مثلا ديري جوج ديال الفينو ووحده ديال الفورص. بغيتي ديري الفينو كامل ديريه. المهم عجني العجينه ديالك عاديه بالخميره الكافيه والملح والقليل من سنيده او السكر باش يتحمر. بالنسبه للبغرير من اليوم ما غاديش تبقاي تستعملي المولينكس. غادي ديري الخليط ديالك ديال الطحين. غادي ديري مثلا، انا غادي نعاود معكم هذه الوصفه دابا، غير بغيت نبارطاجي معكم الفكره باش تستافدوا. مثلا غادي ديري جوج ديال الفرص وحده ديال السميده وديري معلقه ديال الخميره. الخميره عينك ميزانك. وفي الاخير كتزيدي ديري شويه ديال الخميره ديال الحلوه وكتضربيه غير باليد فقط، وكديري في هذه البلاستيكه وكتبقاي ديري بحال كتبخضيه هكايا بحال كتبخضيه حتى كيتحرك مزيان، ما كيبقاوش كلشي كاع الحبيبات، وكتخليه اختي في هذه البلاستيكه حتى كيخمر. ملي يخمر انا غادي نبدا نطيبو معكم، لا بالنسبه للبطبوط ولا بالنسبه للبغرير. بغرير والبطبوط دقه واحده وبسرعه وبلا عذاب بلا تماره. هانتوما البنات كما كتشوفوا البطبوط ديالي ها هو بدا كيخمر خمار دغيا دغيا. ما تقويو عليكم لا قوه الماعن ولا الشقلالات ولا الوقوف. بالنسبه للبغرير حتى هو كذلك هو كيخمر. غادي نبدا نطيبو وتشوفوه معايا ان شاء الله. هذا غادي نعاود نعجنو واحد جوج عجينات غير بيديه ونكورو ونديرو في المنديل، نقرصو في المنديل عادي، نديرو رقيق ونخليه يخمر. وفي الطيبه نتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. بالنسبه للطبق ان شاء الله الثاني اللي غادي نديرو في هذا اليوم ان شاء الله، الطبق الثاني ان شاء الله عندي هذا النهار السمك ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للبنات هذا السمك ديال تيقولوا له الخادم. الخادم كان نعطيكم واحد النصيحه البنات، اي حوت بغيتي طيبيه ديري له فقط مليحه والبزار وشويه ديال الزعتر والماء. ما عمر كديري الحوت ديري له الزيت من الاول، هذيك راه خطا تيديروه بزاف د الاخوات وهو راه ماشي مفيد لا بالنسبه للطياب ولا بالنسبه لاي حاجه. كديري الملح والبزار الزعتر وكديري الماء فاش غادي يطيب هذا الحوت حتى كيطيب. ملي يطيب ويوقف ديك الطياب ديالو عاد ديري زويته بلديه. هذه هي الطريقه الصحيحه والسليمه انا بعدا اللي كندير، ولكم الاختيار ولكم واسع النظر. بالنسبه للسوب اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله، غادي ندير واحد شويه ديال السوب ديال الحوت. غادي ناخذ واحد الكميه قليله تقريبا شي 100 غرام ديال الكروفيت. غادي ننقيه وغادي نستعمل هذاك الكروفيت اللي منقي. بالنسبه للقشور انا ما كنلفهمش، كنغسلهم مزيان مزيان وكنطبخهم ونصفيهم. هذاك الماء ديالهم هو فاش كندير لاسوب. كنحتاج فقط كذلك كنحتاج شويه ديال الفقاع، هاد الفقيع او لي شامبينيون يابس. دابا غادي نديرو في الماء الطايب حتى يطلق مزيان ونقطعو مرسويات صغيورين، وندير هاد الفقيع في الماء ديال الكروفيت مليحه والبزار فقط، وندور بالشعريه. وانتوما معايا غادي نكمل لاسوب وتشوفوا شنو غندير فيها في الاخر. البطبوط ديالنا بعد ما خمر عاودنا عجناه شي شويه بيدينا وكورناه وغطيناه بواحد البلاستيكه هكا، وغادي نخليوه يرتاح شي شويه عاد نقرصوه نخليوه عاود يخمر مره اخرى ونبدا نطيبو فيه. ودابا ان شاء الله غادي نبداو نطيبو في البغرير. ومن بعد ما خمرنا البغرور الاخوات شوفوا كنتقبو غير واحد التقيبه صغيره هنايا بحال البوشادوي وكنخويو. سمحوا لنا راه مشينا الضو وكنديروا البغرير ديالنا كيطيب. ها نتوما كما كتشوفوا كل واحد يديرو في المقله اللي كتناسبو اللي عنده، ما نحتاجوش قوه الماعن وقوه هذا. يطيبوا انتما معنا باش تشوفوا البغرير تبارك الله كيتقب مزيان غير في ميكا ما شاء الله. وكما تيبان لكم في الصوره البنات البطبوط ديالنا بعد ما خمر كنعاودو نقرصوه. ملي كيكون رقيق ما كيكون غليظ شوفوا السمك ديالو كي كيكون، وكنغطوه بواحد البلاستيكه باش يخمر المره الثانيه. وانتما معنا ان شاء الله ملي نطيبو تشوفوا النتيجه. شوفوا البنات من بعد ما نقيت داك شويه ديال الكروفيت كنديرو ونغسلو مزيان من طبيعه الحال ونصفيه كما
كما تيبان لكم في الصوره. غادي نديرو في هاد الكاسرونه يطبخ، ومن بعد غادي نصفيه. من بعد ما نصفيه غادي نزيد عليه هادشي شويه ديال الشامبينيون او الفقيع الاسود اللي قطعته مرصويات. البنات من بعد ما كديروا في الماء الطايب راه كيولي كثير وكثير سبحان الله العظيم. انا خديت فقط نص الكميه واحتفظت بنص الكميه باش ندير بها شي وصفه اخرى ان شاء الله. بالنسبه للكروفيت اللي نقيت هذا هو الاخير اللي غادي ندير في هاد لا سوب ديالي. دونك غادي نديروا هاد الماء نصفيه، ملي نصفيه غادي نزيد عليه هاد سميتو الفطر الاسود والملحه والبزار وزويته بلديه. غادي نخلي هذا هو الاخير وهانتوما معنا باش نكملوا هاد لا سوب سريعه وبنينه ما شاء الله. هانتوما البنات راه لا سوب ديالنا درناها هنايا، سمحوا لي راه الضو ما كاينش. بالنسبه للكروفيت حتى هو ما كيبانش، راه سلق طبختو مع دري وصفيتو ودرتو في لا سوب اللي غادي نشارك معكم عاوتاني الاضافات اللي غادي نزيدو في هاد لا سوب. سمحوا لي البنات الا ما بانت لكمش لا سوب. المهم باختصار هذاك البويون ديال الكروفيت كنزيد فيه الفطر والملحه والبزار وزويته بلديه اللي غادي نزيد كذلك. من بعد ما يطيب داك الشيء غادي نزيد واحد معلقه حتى لجوج ديال مايزينا. هاد مايزينا اللي كتشوفوا ان شاء الله تكون بين لكم معلقه حتى لجوج على حسب الكميه اللي دايره انت ديال لا سوب. وفي الاخير غادي نزيدو شويه ديال الشعريه رقيقه. الا عندك لافير ميسيل ديال الشينوا ديريها، ما عندكش ديري هذه، انا غادي ندير هذه صافي. وطيب لا سوب ديالنا. هاد مايزينا كنديروها في الماء بارد حتى كتحل مزيان، عاد كنضيفوها ونتذوقوا لا سوب ديالنا وطفيو عليها بالصحه والراحه. وفي الوقيته اللي لا سوب ديالنا كطيب كنلقاو الطبوطات ديالنا راهم خمروا. شوفوا كما كيبان لكم، غادي نبداو نطيبوهم وتشوفوا النهايه ديال الطبوط وديال لا سوب. وكنتمنى ان شاء الله هذه الفكره تنال اعجابكم وتجربوها واحد النهار من ايام الشهر المبارك. البنات كما كيبان لكم الطبوط ها هو تبارك الله كي كيجي. هذا غير ديال الميكا، سمحوا لنا كاينه الاضاءه قليله هذاك الشيء علاش. المهم الطبوط راه كيجي ما شاء الله كما كي كتشوفوا. لا سوب ديالنا حتى هي هذه كطيب. سمحوا لنا على الضو ما كاينش، تقطع الضو هذا النهار. الله يضويها علينا وعليكم يوم القيامه ويكمل ما تبقى على خير ويرزقنا حسن الخاتمه. المهم الطبيطات هما كيجيو رائعين. وحاجه واحده اخرى غادي نقولها لكم، واحد الاضافه البنات اللي ما بغيتش ننساها باش ما نعطيكمش لا سوب ناقصه، هي هاد لاصوص. والا عندكم صوص صوجا راه حتى هي مهمه ومفيده حتى هي تجي زوينه. المهم الا عندكم هذه ديروها، ما عندكم حتى لاصوص صوجا ضروري تزيدوها في هاد لاصوب ديال الحوت حيت هي اللي كتعطي لها لوغو ديال لاصوب شينواز. والبطبوط ديالنا كما تيبان لكم في الصوره راه ما شاء الله كي كيجي واعر، كيجي مفروق، كيجي جوج ورقات وحده على وحده. هانتوما دابا دار باقي ما درت يلا حيدتها. هانتوما كيبان لكم لا سوب شينواز ملي طابت كتجينا على هذا الشكل. هانتوما كي كتشوفوا راه ما فيهاش مقادير بزاف، تقولوا زعما الكروفيت راه غير واحد الكميه قليله قليله، وديك القشور اللي كنغسلو ونطبخوه ونصفيوه كيعطيونا واحد لوكو هائل. كنتمنى تجربوا هاد لا سوب وتبدلوا بها مره مره في هاد الشهر الكريم. المهم هادي هي لا سوب ديالنا ديال شينواز ديال هاد النهار. بالنسبه للبطبوط اللي قلت لكم درتو غير في البلاستيكه بلا ما نقويو علينا قوه الماء نقوه الربوج، ها هو دا كيفاش كيجي. شوفوا البنات ها شتيو كي كيجي، ها انت ديري فيه اللي بغيتي، عمريه باش ما بغيتي خشي فيه حتى القط. ها نتوما البنات كي كيجي هائل، بغيتي ديري له زبيده وعسيله وتسحري به، بغيتي تحمريه وطيبيه
المهم راه كيجي ما نقول لكمش عليه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات هاد الوصفات اللي درت معكم، راه كنعطيهم لكم من القلب وعن تجربه. حاجه اخرى اخواتي، هاد النهار ملي كنت كنصور لا فيديو مشى لنا الضو. عرفتي ملي كيمشي لك الضو كلشي كيطفى. هذيك الساعه واخا كنحسوا بالنعم الله سبحانه وتعالى دائما وابدا، وخصنا نحمد الله ونشكره دائما على كل نعمه. اللهم لله الحمد على كل نعمه، له الحمد حتى يرضى واذا رضى وبعد الرضا. عرفتي مشى الضو، اش غادي نقول لكم؟ راه زعما النعم الله لا تعد ولا تحصى. لهذا البنات دائما وابدا خصنا دائما نبقاو نحمدوا الله ونشكروه دائما على كل نعمه. الا غير نعستي في الليل وفقتي الصباح ولقيتي راسك بصحيحتك بعويناتك برجيلاتك، حمدي الله وشكريه وسجدي له وحمديه وشكريه دائما سرا وعلانيه. واخا كيكونوا هاد الهفوات ديال الدنيا وهاد الابتلاءات وهذا، راه قد ما كيعطينا الله قد ما كيبتلينا قد ما كيعطينا، راه هو اللي عارف الحكمه ديالو سبحانه وتعالى. لهذا بغيت نشارك معكم انا غير ملي مشى الضو وكنت كنصور باش نشارك معكم الوصفه ديال هذا النهار المبارك. عرفتي كلشي طفى، الثلاجات كل ما كيتعلق بالضو كلشي طفى، يعني نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. كنطلبوا الله الله يدومها علينا نعمه ويعطينا ويعطيكم حسن الخاتمة ويكمل ما تبقى على خير. وكنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو الا شفتو عجبوكم لي فيديو ديالي بقاو تخليو لي كومونتير، وما فيها باس الا قلتوا لي من اي بلد انتن او انتم اخواني اخواتي. كنتمنى ان شاء الله لي فيديو ديالي يروقكم ويعجبوكم وتستفدوا منهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.